حمامة الخير. في الربيع أبهى الفصول، حلقت حمامة من أجمل الطيور. بياض ريشها كالثلج المنثور، وهديلها يفيض بالفرح والسرور. طارت فوق الجبال والبحار والأنهار، واجتازت السهول فأبصرت بصيصا من النور. أطلع عليها من بعيد، أسرعت إليه، علها تجد عنده ما تريد. اقتربت من أعلى الجبل ونظرت إلى أسفل المنحدر. يا لهذا المكان، كم يناسبني، فأنا أشعر بالأمان. وهنا يمكنني أن أضع بيوضي بسكون واطمئنان. قررت أن تبني العش، فجمعت الكثير من القش. اختارت زاوية بين الصخور في ظل الكهف المهجور. وعندما أنهت العمل نامت وأغلقت المقل. وبينما هي ترتاح سمعت صوتاً عميقاً جلب إلى قلبها الدفء والانشراح. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هدأ الصوت وعاد السكون إلى المكان، فاستغرقت الحمامة في سبات عميق. وبعد ثوان رجع ذلك اللحن الرقيق. انتبهت من نومها، من أين يأتي هذا الصوت الجميل؟ وشعرت بالرهبة والاستفهام الكبير. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرحت الحمامة البيضاء وشكرت ربها بالحمد والثناء، ثم وضعت بيوضها بسخاء. كان الصوت يعلو بحبور، وتنتشر معه رائحة من أجمل العطور. فتفتحت في المكان كثير من الزهور. يا لهذا المسك المنثور في الأجواء، يا أحلى الزهور، كيف جئت إلى هنا؟ فلم تكوني إلا أشواكاً تطلع بين الصخور. وما هذا الصوت؟ لعلي أحلم حلما؟ هيا أخبريني أيتها الزهور. تراقصت الزهور وتعانقت أوراقها ودندنت تسبيحاً وحمداً، وأشارت إلى الكهف كي تسمع الحمامة الردة. فطلع صوت التلاوة من جديد. أن يا محمد اقرأ وإليك المزيد، لقد أوكلناك بعبء شديد، أبت الجبال أن تحمله، فحملته وكنت سيد الرسل وخاتمهم بدين مجيد. حينها قالت زهرة رشيقة ألوانها أنيقة: يا حمامة الخير، أدي واجبك وصلي صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، سيدك مرشدك إلى خالقك. يا حمامة الخير، ها هنا الربيع الذي لا يموت، فهنا نحيا حياة الخلود، حيث في هذا الغار كان الرسول موجودا يسمع كلام الوحي فيطيع ربه صلاة وسجودا. ارتفع الصوت من جديد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه محمد صلى الله عليه وآله سيد الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والرسل الصالحين. أرسله بالهداية لكل البشر، وأعطاه قرآناً فيه أجمل العبر. كلما قرأنا منه آية تعلمنا قصة بأبهى الصور. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الميامين.